متتبعي قناة انفاس بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة هذه غادي نهضروا شوية على مشكلة تاع الملاعب القرب على مستوى مدينة الدار البيضاء. منذ سنوات انطلقت بناء وإحداث مجموعة من الملاعب القرب في مجموعة من المقاطعات البيضاوية. في الوقت اللي كنا تنتظروا بان الملاعب القرب يعني تنجب لنا ابطال وتجيب لنا مواهب كرويه يعني جديده، وبالعكس يعني اللي تجي منها غير الصداع واللي تجي منها هو التجاذبات السياسيه والصراعات يعني بين المنتخبين وبين الوداديات وبين من يدبر امور هذه الملاعب القرب. من اجل مناقشه هذه القضيه هذه نستضيف كل من سي العربي رياض صحفي ومهتم بالشان المحلي بمدينه الدار البيضاء، وايضا السي عبد الحق المشور نائب رئيس مقاطعه سيدي عثمان مدينه الدار البيضاء. سي العربي مرحبا بك. اهلا وسهلا سي احمد. سي مشور اهلا وسهلا. مرحبا الحق مرحبا. شكرا جزيلا على الدعوه الكريمه، ونتمنى ان شاء الله اننا نكونوا خفيفي الظل على المشاهدين الكرام. سي العربي، منذ سنوات تم احداث مجموعه من ملاعب القرب في الدار البيضاء وايضا في باقي المدن المغربيه، ولكن من خلال الملاعب القرب يعني كاين غير صداع وكاين غير النقاش السياسي والاستغلال السياسوي حسب ما تيقولوا البعض يعني لهذه الملاعب القرب. علاش هذا الامر هذا؟ ماشي حسب ما يقولوا البعض، هذا هو الواقع. الواقع هو انه اليوم ما عرفناش هذه ملاعب القرب شكون هو اللعاب، واش الطفل والشاب ولا شي حد اخر، لانه اليوم ما كاينش شي مقاطعه ما فيهاش خلاف حول ملاعب القرب، حول تدبير ملاعب القرب. العيب فين كاين؟ اننا بنينا هذه الملاعب ما اتفقناش على صيغه موحده لتدبير هذه الملاعب. كاين مقاطعات اللي كتعتمد جمعيات، كاين مقاطعات اللي كتعتمد شركه، كاين كله وعنده صيغه، وما كاينش شي متحكم واحد او صيغه تدبيريه موحده. هذا هو العيب ديال ملاعب القرب. اليوم وذكرتيها انت في التقديم ديالك انه اليوم كنا كنتسناو من ملاعب القرب اولا يكون متنفس للاطفال، هذا واحد. ثانيا كما قلتي صناعه اللاعب. ثالثا واحد السؤال ما كنطرحوش، اين الفتاه من كل هذا في مدينه حداثيه اردناها ان تصبح عاصمه للمال والاعمال؟ هاد الفتيات لا حق لهم في اللعب. اليوم كنتذكروا على اصلاح منظومه الاسره، كنتذكروا هذه الفتاه اللي سمح حقها. ما عمرك سمعتي شي رئيس دوي على هذا الموضوع هذا غير لا راه غنعطي لهذيك الوداديه، لا انا الاختيار ديالي هو الصائب والانانيات والكلام الفارغ في مدينه ننتظرها ان تلعب دورا استراتيجيا على المستوى الافريقي وعلى المستوى الدولي. رؤساء عندنا باقيين كيدويو على عار ان هذا الموضوع يكون للنقاش في النظر، عار ان يكون هذا الموضوع للنقاش، لان المفروض ان درنا ملاعب تاع القرب في مدينه الدار البيضاء يعني واحد الخطوه الايجابيه، ولكن طريقه استغلال هذه الملاعب القرب وطريقه تدبير هذه الملاعب القرب كما قال السي العربي رياض اللي خلق المشكل حاليا. ربما خلق المشكل عند بعض كما كنقولوا عند بعض الناس اللي هما عندهم دائما كيعملوا ديك المساله ديال خليف تعرف. اما بالنسبه لنا احنا كنا واضحين، احنا شاركنا الجميع في التدبير ديال المقاطعه منذ البدايه ديال انتخاب المكتب، على اساس اننا اول ما وصلنا للمقاطعه سيدي عثمان لقينا عندنا 10 ديال الملاعب كلها مغلقه وكلها في واحد الحاله زعما كارثيه، ما يمكنش الوليدات ديالنا يخاطروا بنفسهم ويمشيو يلعبوا في هذوك الملاعب. احنا عملنا الترميم ديالهم وقادين الامورات وكل شيء وفتحناهم لجميع الفئات ديال العمريه ديال من اطفال من شباب من 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 الرجال، واستطعنا اننا نتوفقوا الحمد لله بهذه المساله. ولكن عملنا واحد الاشراك ديال المجتمع المدني في الشخص الوداديات. حنا عندنا وداديات اليوم تقريبا من السبعينيات القرن الماضي هما كيخدموا كيشتغلوا مع البراعم ديالنا، مع الوليدات ديالنا، مع المينيم والكادي والجنيور كاع ديال بعض الفرق اللي خداوهم وكل شيء، وخدامين وعطاو نتائج كبيره، نتائج كتشرف كل واحد. ولكن هذا هو الاشكال اللي عندكم سيدي عثمان، البعض تيقول بان يعني تدبير الملاعب القرب من طرف بعض الوداديات هو اللي خلق الاشكال. بالعكس حنا يعني حنا بالنسبه لنا ملاعب القرب ديالنا حنا 10 ديال الملاعب كما قلت، وكنعاود نأكد 10 ديال الملاعب عندنا في المقاطعه. استطعنا الحمد لله اننا طولت هذه الفتره كامله ما سمعناش ولو شكايه من طرف شي حد على اساس انه كاين مجتمع، كاين مجتمع الجمعيات تما كاين اللي غاضبين اللي تيقول لك طريقه التدبير ماشي هي طريقه ما فيهاش الشفافيه ما فيهاش. انا كنقول لك دابا مع الاسف بعض الاخوان ديالنا سامحهم الله كيديروا كما كنقولوا كيديروا سله فيها كل شيء، هي لا ماشي معقول. حنا بالنسبه لنا مشينا التجئنا للوداديات اللي عندهم تاريخ وتاريخ نظيف في المنطقه ديال مقاطعه سيدي عثمان، واتجئنا لهم على اساس اننا حنا ما عندناش امكانيات، وكتعرفوا الخصائص اللي كاين دابا الان في الاطر ديال
ديال ديال المقاطعات وفي مجلس مدينه الدار البيضاء، لان كانت ملي بدات التجربه ديال وحده المدينه كانت تقريبا 25000 موظف، دابا الان ما بقاش منهم تقريبا حتى الربع. نمدي وكاين مشكل كبير في جميع المرافق ديال المقاطعات فيهم هذا الخصاص ديال الموظفين، ما بقاتش كما كانت قبل. بحال دابا مثلا عندنا حنا بمقاطعه كانت فيها اكثر من 900 موظف، دابا الان ما عندناش 400. دونك بالنسبه لنا حنايا قلنا اش غادي نعملوا، عملنا ايام تشاوريه بعدا مع الجمعيات ديال المجتمع المدني، كنا سباقين الحمد لله كمقاطعه، فتحنا نقاش كبير مع عدد كبير ديال الجمعيات على مستوى الاحياء ديالنا بخمسه اللي كاين في مقاطعه سيدي عثمان، منهم القطاع الاول ديال سيدي عثمان، منهم مبروكه، منهم السلامه واحد السلامه ثلاثه، منهم لاله مريم، ومنهم الهلاويين. وهذا الشيء كله دار في اطار واحد التوافق، وهضرنا مع الاخوان ديالنا وعملنا هذا الشيء مع منتدى المواطنه بشراكه مع الاخوان ديالنا في منتدى المواطنه، مشكورين انهما حضروا معنا جميع اللقاءات مع الجمعيات. عملنا كذلك لقاءات مع المدراء ديال المؤسسات اللي هي تابعه للعماله من ومناديب ديال الوزارات، عملنا لقاء مع السيد العامل، شنا الحاجيات ديال المواطنين، وصلنا الفكره ديال اننا حنا ما عندناش امكانيات اولا باش يمكننا نضبطوا الاستمراريه ديال التدبير ديال المقاطعه لهذه المرافق. اذا اش كيخصنا نعملوا؟ اذا نلتجئوا الناس اللي عندهم تجربه طويله. هاد الناس ما كنخلصوهمش، هاد الناس الله يجازيهم بالخير حتى هما بداو كيسقلوا المواهب ديالنا وكيسقلوا الوليدات ديالنا وكيجيو الوليدات ديالنا، وتبارك الله ملي كتشوفهم كلهم دايرين التونيات وكيلعبوا مع ريوسهم، يعني في واحد الجو اللي هو جو اخوي صديق. وحنا هادشي اللي بغينا، بغينا هذوك الوليدات ديالنا حتى هما غير يكونوا حتى هما تبارك الله غدا ولا بعد غدا حتى هما من الابطال اللي يمكن يفتخر بهم المغرب، لا على مستوى الكره ولا على مستوى الامور الاخرى. جات ثاني كذلك الملاعب ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. الملاعب ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه راه حنا كنا خدينا صراعات في الماضي باش نبقاو حافظين على ديك الاراضي. بعدا اولا ملي كان النظام القديم ديال 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 المجموعه الحضريه وديال الجماعات الترابيه، عملنا ما وسعنا على اساس انه وسعدنا كثير الحضور ديال جلالة الملك اللي عطى انطلاقة في مقاطعة ديالنا في سيدي عثمان، وتعطات الإمكانية ديال أنه تعمل مبادرة من التنمية البشرية ومن الجماعات الترابية أنه تخلقت 17 ملعب. هاد 17 ملعب قبل ما كان حتى واحد كيهضر، قبل ملي كانت عندنا 10 ديال الملاعب كلها كيلعبوا فيها الناس بالمجان وكلهم كيزاولوا فيها الرياضات ديالهم المفضلة بالمجان، ما كان حتى شي واحد يهضر. دابا ملي السيد العامل بحكم أنه هو رئيس اللجنة الاقليميه ديال التنميه البشريه بالتنسيق مع التنسيقيه الوطنيه اللي كيدبرها السيد الوالي اللي كيشرف على هذه العمليه ديال على المستوى المركزي، وتعطات امكانيه للشركه على اساس ان هذيك الشركه غادت تعمل استغلال ديال هذه الملاعب مده ديال سنه ونصف، على اساس ان هي تضمن اولا بعدا استمراريه ديال 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 كما كنقولوا حنا ديال الصيانه ديال هذه الملاعب. لان في الحقيقه النوبه الاولى مشينا لقيناهم كلهم حتى هما في واحد الحاله. هذيك الشركه ما التزمت لا بالصيانه ديال الملاعب، ما التزمت بادخال الماء، ما التزمت بادخال الكهرباء، مما جعل ان هذيك الفتره التجريبيه اللي كانت مع هذيك الشركه انها تحبس، لدرجه انه كذلك انهما كانوا كيتخلصوا في ساعه كانوا كيتخلصوا 150 درهم. دابا جينا حنا دوزنا طرحنا النقطه على الاخوان ديالنا في اللجنه المشتركه، تمت المباركه ديالها وتمت المصادقه على اساس اننا مادام ان الاخوان ديالنا اللي كاينين في الوداديات والجمعيات شادين هاد تعطيهم تما انما هما يتكلفوا تما كذلك بهذه العمليه هذه، على اساس انه غادي يكون الحمد لله اللعب في هذوك الملاعب بالمجان اسوة بالملاعب العشره. صبحت عندنا 27 ملعب سيدي احمد. ما تشوف هذه الوصفه تاع سيدي عثمان تكون صالحه رغم انها تثير تيا النقاش. ماشي انا بغي نصح واحد المقطع. قالوا السي مشور قال لك بان الوداديات كيسيروا هادشي، ممكن كبيضاويين ممكنش نكون حنا شي حد يكون ضد الوداديات بطبيعه الحال، كتعرف في الاحياء ولا الدومين وي اللي هو الدومين ولكن ماشي وقال ما كنخلصوهمش، وكون كانت شركه كون راها كتخلص شتي على ظلم. هاد الوداديات ما نخلصوهمش ولكن شركه نخلصوها صحيح وراه عار هذا في وهذه سنه ونص وهذا راه عارف. انا دونك انا علاش كنخاطب مشور؟ كنخاطب انا مشور كنعرفو عنده شعار تيقول لك حنا في التدبير المحلي كنحيدوا السياسه. صحيح. انا بغي ندوي مع مشور اطي تروبوزي. صحيح. الله يجزيك بخير. باش نفكوا المشكل خصنا بعد. انا عارف الخلافات اللي كاينه في سيدي عثمان وعارف التجاذبات وعارف اللي هذا وهذا باغي يعك ما كيهمنيش. حنا كبرنا على نبقاو ندخلوا معكم في اللعب الدراري، شغلكم سيروا تضربوا بالحجر وجوا عندنا.
انا كنتذكر اليوم كيفاش وداديه نظلمها ما نعطيهاش الفلوس، لماذا نعطيها الا كسبت انا؟ ولكن واش نعمموها على جميع اسمين، واش نعمموها على جميع شرطه مدينه الدار البيضاء ام لا؟ ثاني حاجه هاد التيرانات اللي كنتذكروا عليهم مثلا، واش بصح يليقون لله؟ مثلا الا مشيتي للتهيبيات سير طول باصا صح، عار عيب ان تكذب على ان يكذب علينا احد ويقول لنا راه ملعب العمران ها هي العمران والعمران فلوس الوداديه ما نخلصهاش. انا مع انا العربي انا مع الوداد مثلا، ولكن راه عار عيب علاش هذا نخلصوا عمران؟ ولكن يقول لك هو دابا مثلا سي عبد الحق مشهور المقاطعه ما عندهاش امكانيات باش تخلص، ما تشوفش ان الكره في يد المجلس المدينه اللي خصو يدخل فلوس. لو سمعتيني في الاول اش قلت سي احمد؟ قلت يجب ان نجلس في مجلس مدينه الدار البيضاء وان نتفق على 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 تدبير موحد وتكون صيغه موحده فوالا صافي فقط. ثانيا هاد الملاعب ماذا يستحقون من بعد؟ سواء عطيت الوداديه سواء عطيت لطرف اخر، وانا مع انا العربي كنقول ابن الشعب انا مع الوداديه او مع الجمعيات الكرويه المهتمه اللي عندها تاريخ جاده والجاده اللي معترف بها، انا مع في اطار المقاربه التشاركيه واشراك الجميع وكذا، انا مع هذا الاختيار. غير واش هذاك الدري اللي تيلعب عندي تما واش جبت ليه انا مؤطرين الناس ديال العلم ديال العلم الرياضي وداكشي واش الوداديات يتوفروا على الناس هذو بالمعنى؟ اكيد انا 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 متيقن بان الدراري اللي في الوداديات والله العظيم سون ديبلوم عن كيعرفوا لانه ولاد الكره تجربه تجربه فاهم انا راه كويري وكنعرف مثلا عارف بانه كاين هذا، ولكن انا خصني الضمانات لولادي دور ولاد راه ولاد مدينه الدار البيضاء جميعا. اليوم راه انا علاش قلت لك انه حتى هذا بروبليم صغير باقيين واحدين فيه كاملين جميعا لا لا كاين اختيار اخر اسمح لي سي العربي، كاين اختيار اخر من غير الوداديات، خلي بعض الناس اختيار اخر من غير الوداديات، هو ان تيقول لك هذا الدوسي كله نزلوا نعطيو العصبه تاع الدار البيضاء لكره القدم وهي تدبر الملاعب تاع القرب كما تدبر. دابا انا بغيت كما عرف سيدي احمد كما كما كيعرف السي العربي مجلس مدينه ما عندوش ارض، لا 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 التراب ديالو راه هو المقاطعه 16. اذا علاش حنا غادي نجيو غادي نحرموا مثلا الساكنه ديالنا حنا اللي تستحق منا اننا نهتموا بها ونهتموا بالمشاكل ديالها ونمارسوا مع المرافقين ديالنا كذلك هما سياسه القرب؟ علاش حنا غادي نجيو نبداو ندخلوا في ديك الحسابات الخاويه مادام اننا حنا جات النقطه على اساس جا اقتراح من المكتب وانا كنت من ضمن الناس اللي مصفق ليها بصراحه. انا في اطار الاجتماع ديالنا ديال المكتب مع السيد الرئيس السي محمد الحداني خدينا على عاتق ديالنا اننا هذه المساله هذه نمشيو مع هاد الاخوان ديالنا. علاش؟ لان عندهم تجربه كبيره، ما يمكنش حنا نوصلوا للتجربه ديال هاد السنوات اللي عملوا هاد الناس. هاد الناس كان عندهم هما اشكال واحد، اشنا هو؟ هو انهم هما كيعملوا بعض لي تورنوا وكيخصهم يتعطاو التونيات لهاد الوليدات ديالنا. قلنا لهم حنا غادي نسونكاج اننا نعطيو لهاد التونيات لهاد الوليدات ديالنا كاملين اللي كيلعبوا. ولكن الولاد ولكن الوليدات اللي في سيدي عثمان واش يمارسوا الكره بالمجان ولا بالمقابل؟ لان تلاحظوا في بعض المناطق انا تعطي 100 درهم ولا 120 درهم للوليد. بالمجان تحدى اي واحد اللي يجي ويجيب لنا. تنهضروش على سيدي عثمان، الناس تنهضروش على سيدي عثمان. ما عندناش بعد حتى في القرار الجبائي يا سيدي احمد، فاش ما بقاش التغليط الله يرحم الوالدين. ما عندهمش انتم الوسط كان مقاطعه، ولكن الذين يدبروا هذاك الملعب ربما تحسوا الفلوس. انا غادي نقول لك سي احمد كيدوي على واحد الطريقه ديال الفلوس بطريقه ملتويه. كانت الشركه كاين اللي كيتخلص بطريقه ملتويه. سي عربي كانت الشركه. يمكن ما ضبطوهاش انتم كمقاطعه. كانت الشركه لا كانت الشركه. عرفتها. الشركه كانت كتحسب الساعه 50 درهم. كان واحد الملعب هنا سميتو ا 11. كاين هو جوج الملاعب ديال القرب كاينين في الزلاقه. هاد ا 11 كانوا كيكلوا الشركه حتى 600 درهم الساعه. اييه. كان حتى واحد اللي قال لك شي حاجه في هاد الشيء. كان حتى واحد الساعه. وهاد الناس مساكن اللي جاوا عاونونا وخدموا معنا لان احنا بعدا عندك دابا 29 بلاتي بلاتي سي عبد الحق بلاتي سي عبد الحق هاد الوداديات شنو كما قال السي العربي ما كاينش واحد تيدير شي حاجه اللي يعني هاد الوداديات شنو هو المقابل بالنسبه للوداديات؟ المقابل ديالهم هو انهم هما عندهم واحد الهدف كبير هو انهم يسقلوا دوك ما تقولش لي هدف مثالي هدف مثالي ولكن المقابل دوك الوليدات كيوجدوهم هما الفرق الكبار ولكن هدف هاد المؤطرين هاد المؤطرين باش غادي ياكل طرف الخبز؟ لا ما كاينش مؤطرين هادو كيلعبوا بعضياتهم. اللي كيجي مثلا الاربيتر راه كيديروا الدراري كل واحد كيجمع 3 درهم ولا 4 درهم
وكيعطوها له ولا كيعطيو العزاز داك الشيء سوقهم، ولكن رسميا ما كانش شي ريسي ولا ما كانش شي حاجه اللي كتجيو مكتوبه بانه خاص ندخلوا شي حاجه في شي فصل من الفصول ديال مجلس المدينه. حتى مجلس المدينه ما كيدخل حتى ريال من الملاعب ديال القوه. هو هذا الشيء السي احمد والسي مشور شنو اللي ولا خلط؟ فين كاين الخلط؟ كاين الخلط اليوم العربي رئيس تنقول انا تنعطي للجمعيات او وداديات، وفي نفس الوقت تنقول له كيجي عندي السي احمد تيقول لي انا عندي مدرسه كرويه. لا هذا كيتخلص مع الناس وكيجي عندي انا فابور. لا احنا ما عندناش هذا القضيه. دونك حنا خاصنا انا شوف انا كندوي مع عبد الحق يسير المدبر لمدينه الدار البيضاء ماشي عضو في سيدي عبد الحق. سمع تيضربوا بصفه عامه. كندوي خصنا نخرج انا بعيد عن خلافات الصراعات وداك اليوم خصني نخرج انا وهذا مليوع على عاتق لا الولايه ولا مجلس مدينه الدار البيضاء. واش مجلس مدينه الدار البيضاء ما عندوش الكوراج اصاحبي ديال ان اجي راه دور اللي جاب لا ربما خاص الوالي يدخل في هذه القضيه عاوتاني. واه غير تايا اجي سي عبد الحق دابا الوالي انا غادي نتحمل مسؤوليتي في هذه الهضره. لا تسمع الوالي انا غادي ندوز ميساج قوي. انا كنهضر بصراحه، انا السيميليه تابعت العمل ديالو في اطار ملي كنت في جهاز اعلامي وطني، تابعت العمل ديالو ملي كان بعد اول في تماره، ملي من بعد مشى والي ديال مراكش، ملي مشى والي ديال وجده، ملي مشى والي ديال طنجه، ودابا الان في الدار البيضاء. الدار البيضاء ما لقاش مع الاسف ما لقاش بعض المكاتب اللي هي تكون مسؤوله وقويه اللي تكون في جنبه. ملي كيلقى الفراغ سي نورمال انه خصو هو ينقذ ما يمكن ينقذه. حفاظا على الماء الوجه ديال المدينه، لان هذا السيد عنده ديزوبجيكتيف، عنده تصور، عنده توجيهات ملكيه كبيره، على اساس انه في 2025 خص الدار البيضاء تكون بحله اخرى. 2030 خلاص كاع. هذه تقريبا بحال الى ان السيد الان اللي جا الدار البيضاء جا باش يحين هذوك المنجزات اللي توقعت امام جلاله الملك بعدا 2014 واللي كان بسبب الخطاب ديال 2013 في البرلمان اللي كان خطاب خاص بالدار البيضاء، وعلى اساس انه ثاني يحيي واحد الحركيه اللي تكون في الدار البيضاء من اجل اننا الناس بعض الناس اللي هما مع الاسف جاوا بشكل او باخر انتخابات يحسوا بانهم بانهم راه سون دي باسي راه النيفو طلع عليهم ومشاو دخلوا سوق رؤوسهم. نقاش اخر هذا قضيه اخرى. هذه اخرى. انا كنت حمل مسؤوليه بهذا الشيء. سي عبد الحق انا مواطن، جا واحد الناس قال لنا شتي حنا هما حكومه الكفاءات. حنا راه هما المعلميه. بعد اولا بعد هاد حكومه الكفاءه زعما انتم من غير 40 مليون راه حنا اللي قارين فيكم. مزيان هما اللي ولداتهم. حنا فرحنا حنا فرحنا انا غير هما اللي ولداتهم الوالده ديالي. انا كدري كاسول فرحان بزاف. جيت لقيتكم عكلكم ملعب القرب. زعما قليلا من الحياء ما نعرفوش ندبروا اللعب التنشيط الرياضي. يعني هو تقول لي انتوما دابا دابا بصراحه سيدي احمد السامي امنع جرائد الكبرى والجرائد الكبرى وسائل الاعلام الكبرى تتحدث عن مدينه الدار البيضاء اللي شوف الدوله فين غادا ملاعب القرب في البرنوص ملاعب القرب في كذا هو كاين سلسله تاع ملاعب القرب ولكن ما كاينش التدبير ديالها بشكل جيد. انا غادي نهضر انا نعطيك حل انا نعطيكم واحد الحل انا غنقول حل علاش هاد ملاعب القرب ديالنا كاملين حنا عندنا تبارك الله اشنو عندنا وسط مدينه الدار البيضاء؟ عندنا شركات كبرى ديال الخدمات، عندنا شركات كبرى ديال المال والابناك، شتو الابناك التفرعين ديالهم والبنايات وكذا التامينات وهي والتامينات وغيرها وغيرها وغيرها، وكلها هي المستفيد الاول والاخير من اي حاجه دارت في مدينه الدار البيضاء لان كتدخل فلوسي بشكل في كل سكوند في كل سكوند. علاش لي ما يجيوش كيما ايطاليا كيما الناس نشدوا هاد ملاعب القرب اسيدي هذه تبع الشركه هذه تبع الشركه وهذوك الوداديات نتيح لهم الفرصه وهذوك الشركات هادو اللي قلنا ديال اللي بقوا يديروا مدارس نتيح لهم نتيح للولاد العاديين على اساس كنعطيهم هم يدبر اشنو التدبير اللي غيديروا يديروا دي بانو بوبليسيتير يزيدوا يديروا دي ماكازان ملي يدخلوا باش يديروا الصيانه وشارك معايا مشيت انا ونخليك ومخلي ولاد الدروبه مصابين كاين ربما هاد الوداديه شتي فين ردونا هاد حكومه الكفاءات ردونا انا دابا ولد سيدي عثمان غنولي نضار مع وداديه حيت انا العربي ما راضيش عايب عنا لا لا كاين واحد التصور اخر وحنا تانيين لاش هاد الجماعه تبقى مقابله العربي وتا الجماعه كتبقى مقابله هادشي السي عبد الحق لانه وفي انتخابات لا وبلا تسجيل عربي ربما علاش عطيتي الوداديه اللي فيها العربي ما عطيتيش اللي فيها بوستا حيت عربي معاك في الحزب ودابا غنبقاو دائما انا خصني حل جذري النقاش السي العربي اما اللي كيعتقد انه زعما راه الناس كيتيريو فيه وداك الشيء راه خاطئ وغلط وحنا اوني با بوتي
باش غادي يجيو شي جوج احزاب هذا سيروا الدار وصلخوا بعضياتكم على نجيو عندنا مكاد السي العربي. السي العربي قبل ما ترد على السي مشور كاين واحد اقتراح اخر ربما يعجب السي العربي انه بالنسبه لشركات التنميه المحلي كاين كازا ايفنز. علاش كازا ايفنز ما تحملش المسؤوليه؟ وسالينا كاع مثلا حتى واحد بعدا دابا نهضروا انا عندي موقف واسمح لي نعبر لك لان جي هنا ماشي باش نديروا غير الخشب راك تعرفني لا انت ولا السي العربي مالي زيد لي زيد ومالي عاش حنا كنقولوا لك خصنا ندير واحد التقييم موضوعي تاع الجيبه بعدا ديال وحده المدينه بعد 20 سنه حنا كنا باقيين في مقاطعه سيدي عثمان وعملناها ودرناها في الانصام درناها في المدرسه الوطنيه العليا للفنون والمهن ودرنا واحد التقييم موضوعي على التجربه ديال وحده المدينه واش فعلا مازال الدار البيضاء محتاجه لهذه التجربه ديال وحده المدينه لان انا كيبان لي بانه كاين فشل. انا نقولها بصراحه الله يرحم الوالدين ربي نقولها وعما اقول علاش علاش على حاجه واحده واش هذا مجلس مدينه الدار البيضاء استطاع انه هو يحتضن بعدا اولا غير الممتلكات ديالو اللي تقريبا غير الممتلكات دابا اللي ضيعها ما يفوق من 300 مليون ديال السنتيم كضيع سنويا ولكن نقول لك هذه الهضره بناء على واحد الاجتهاد كنت عملته وخدمت مع جميع مع المكونات مع المكونات السياسيه كانت عندنا انذاك في المجلس ما قبل الماضي مجلس ديال السي سجيد مجلس ديال السي سجيد عملنا موفوس على وعاوننا نيت السي سجيد راه ما لا يشكر الناس لا يشكر الله عاوننا الحمد لله وعطاني جميع الامكانيات مع الناس ديال المقاطعات مع الكتاب العامون ديك الساعه انذاك قبل ما يكونوا التسميه يبدلوا التسميه ويديروا المديره ديال المقاطعات واستطعنا اننا كما كنقولوا حنا ندقوا على عدد كبير ديال البيبان واكتشفنا بانه كان عندنا ممتلكات ديال المدينه كاين خارج المغرب كان عندنا مثلا في فرنسا في باريس وكان عندنا ثاني كذلك مدريد وما كاين حتى واحد اللي كيقلب على الممتلكات ما كاين حتى واحد اللي كيقلب على لي فون على الامكانيات الماديه باش يمكننا نوفروا السكن اللائق لهذ الساكنين اللي تستحق منا كل تقدير وكل احترام واش هاد الناس بغونا اننا نجيو نسدو هاد الملاعب ونخليهم يتسناو مازال تيجي مجلس مدينه ولا يجي مجلس الجو ويقول لنا حلوهم احنا غادي نديرو راه سيدي مشينا حنا هاد الملاعب هادو مشينا سيدي احمد والسي العربي درنا بعض الاصلاحات وعملنا ثاني كذلك الحراسه ديالهم لان ما كان حتى شي حارس الشركه ملي مشات الراسه علاش لان ما قدرتش انها تدبر هذيك المسائل كامله 150 درهم كانوا كيفرضوها على عباد الله ديك الساعه ما كانوش الناس كيهضروا دابا عاد بداو كينضروا كانوا كياخذوا 300 درهم في ملعب كيما قلت لك ديال ا 11 اللي كاين في هذا الزلاقه 600 درهم كانوا كياخذوا من الشركه لا غير هي ولا لا حاسب ولا راقب سي مشور سي مشور السيد العامل انتم ما درتوش شي نكمل اسيدي احمد الله يجازيك بخير نكمل الفكره ديالي باش ما تمشيش ليا ملي جا السيد العامل مشكورا السي جمال مختار العام ديالنا ديال عمل مقاطعه مولاي الشيد وشاف بانه هذوك الملاعب ديال القرب خدامه فيهم مزيانين الوداديات والجمعيات قالوا هذا اشراك حقيقي ديال المجتمع المدني لان حنا خصنا نشاركوا المجتمع المدني ملي الناس ما كيخلصوا حتى ريال الا هاد الناس مثلا مشاو كنقولها بصراحه الا هاد الناس مشاو مثلا وخلصوا الاربيط اللي حكم لهم المقابله ولا عطاو شي بركه لذاك العساس داك الشيء سوقهم ولكن انا رسميا ما فرضين حتى شي حاجه على المواطن كيجي المواطن هو والديه كيتفرجوا فيه كيلعب مع راسو ولاد الحي بعضياتهم كيتفرجوا كيصفقوا بعضياتهم الجماعه المقاطعه في جامعه الدار البيضاء في الشخص المقاطعه ديال سيدي عثمان وفرت لهذا الانسان يعني الملابس الرياضيه كامله كنديروا لهم الحمد لله حفل ديال تسليم الجوائز كلهم كيكونوا فرحانين. دابا سي مشور باش نختموا الحلقه ديالنا هذه الجهاد يعني مبادره عند مقاطعه سيدي عثمان درتوا هذه المقاطعه المشكل اللي كاين حنا تنهضروا على مستوى مدينه الدار البيضاء تدبير الملاعب قرب على مستوى الدار البيضاء كاينين مجموعه من الاقتراحات علاش الدار البيضاء مجلس مدينه الدار البيضاء كما قال السي العربي هو اللي ياخذ هذه البادره ويدير واحد الاقتراح اللي يعمم على ربما يعمم قضيه الوداديات علاش لا ويعمل واحد التجربه ما يكونش كلها تيلغي بالغاه كان عندنا لقاء ديال مع السيد نائب العام ديال المكلف بالشؤون الثقافيه والرياضيه وطرحنا عليه هذه المسائل هذه وقال لك اودي حنا مجلس مدينه الدار البيضاء بحكم انه هذا في التراب ديالكم انتم فوزال ياسمين هذه المسائل دابا ريتامين ان شاء الله نلقاو شي حاجه شي صيغه من الصياغ اللي يمكننا نشتغلوا عليها على مستوى الدار البيضاء كامله حنا كنتهضروا ولكن حنا نظرا للشغف ديال الساكنه ديالنا بهذه الملاعب ما بغيتوش تخلوا الفراغ ما يمكنش نحرمهم لان الهدف ديالنا ان هاد الوليدات ديالنا اللهم يمشيو لنا للرياضه ولا يمشيو لنا التطرف ولا الانحراف لان الرياضه
راك لين وليدات ديالنا على مسائل اخرى. وانا هذا الشيء عشتو وشتو وخديت واحد التجربه كبيره فيه تاع المستوى الاعلامي، وعرف بانه الحمد لله يعني الانسان كيفرغ داك الشيء اللي فيه في الرياضه، وكيخص ضروري ضروري نفتحوا المجال لهاد الوليدات ديالنا، لان هاد وليداتنا عيب عليا الا مازال جا شي حد وقال لك اودي بانه راني خلصت هاد التوصيل وجابوا لنا، هنا غتكون هضره اخرى. اما بالنسبه ويكون فيها الطابع مثلا ديال الوداديه ولا يكون فيها الريشه ديال الوداديه ولا ديال الجمعيه الرياضيه، انا من حد الساعه بالنسبه ليا كلشي كيقول لك اودي التجربه اللي خديتو انتوما رائده الحمد لله مزيانه، وحنا محظوظين لان عندنا 29 ملعب، هاد جوج الملاعب اللي زدناهم كانوا 27 17 ديال التنميه البشريه و10 ديال المقاطعه. زدنا هذا العام اللي فات زدنا جوج ملاعب الهلاويين، علاش؟ لان الناس مساكن ديال الهلاويين ما عندهمش شي متنفس رياضي. احكام تحييداتهم وجابتهم عندكم للتهيبيات، لان كاين مشكل ديال ديال الاملاك ديال الملك، وهنا كاين كلام عندنا مشكل تما. ايوا راه كاين مشكل، عندنا خويا مشكل راه عبيت تما ديال الهلاويين. عرفتي شنو هو؟ يمكن السي احمد باغي يختم سميتو. لا ماشي مشكل، حنا الفرص باش نذكروا بصح العمق المشكل. كيفاش هاد الزيروكات باقي كنتذكروا؟ هاد ولاد الزيروكات ما يلعبوش تنس، ما يديروش السباحه، ما يديروش شي حاجه. علاش كندويو على هاد المناطق وكانهم طلابه؟ راه الصوره اللي كيقدموا الاخوان الله يسمح لهم، راه الناس برأوا منها. ما من حقناش حنا نديروا تنس، ما من حقناش نديروا الجولف، ما من حقنا والو. هاد الاولاد الاخرين كره القدم ما عرفتش تدبرها سي العربي. واحد اسمعني عبد الحفاظ، كان فهمتي انا ما يمكنش اليوم منطقه سيدي عثمان مولاي رشيد كذا زيرو كات كامله هي في راسك، هي اللي باقي فيها بعض العقارات، هي اللي باقي فيها باقي فيها في دير شي حاجه شد الهمزه. باقي كنتذكروا على هاد المناطق بمنطق الطلاب، منطق اننا نتسولوا اللعيب. راه سيدي كوطان صاحبي كندوي في هادشي. هادوك الوليدات اللي في الزيروكات ما حقهمش يجيبوا لهم الرؤساء تما لا ميسيون مدرسه ويدير لهم نص ثمن بحالهم بحال ولاد اخرين في المعارف وداكشي. لا ما حقهمش يجي لهم السي اس اف تقري تما الوليدات وكذا والمدارس ديال اللغات وداكشي بواحد الثمن قادين عليه الاباء تما. لا هادوك يستاهلوا غير نفرق عليهم القصه وندير ليه نص باسطا نقول ليه اجيت. راه انا راه كندوي في هادشي وحشمان. نقاش اخر السي العربي هذا شنو خصو فهمتيني يا سي؟ انا هضرتي على تصور هذيك المنطقه ما فيهاش، علاش ما نديروش فيها مول؟ اذا ظلمت الزروكه في هذا النظام وحده المدينه. وانا هنا غنتفق مع سي عبد الحق، خصنا ديبا ديال واش نظام وحده المدينه باقي لاقي خلاص. لا هو سي عبد الحق حاول تقسم الارض عليه. مرحبا. هو السي العربي باش نتي الانتباه ديالك، انا عارف الميف مزيان ديال الهراويين. ميف الهراويين نهار في 2009 ملي جاو تعرض عندنا في الدوره باش يمكننا نصادقوا ان تدمج في التراب ديال مقاطعه سيدي عثمان، كنا نبهنا لهذه المساله وقلنا بان لا يجب تدخل الدوله. اودي سيدي بصراحه على اساس علاش لان دابا ما كاينش شي حاجه تما اللي هي ماشي ديال الخواص، كلشي ديال الخواص. هادو اللي لقيناهم دابا تما لقينا غير واحد جوج ديال القاعات هما اللي لقيناهم ديال الدومين ديال الاملاك المخزنيه، هما اللي عملنا فيهم هاد التيرانات ديال القرب. هذا هو الواقع. سي عبد الحق شكرا جزيلا على قبول الدعوه. طرحتي مجموعه من المواضيع اللي تكون نخدموا عليها ان شاء الله مستقبلا. السي العربي شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه فاسبريس، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.